اهلا بكم اعزائي المتابعين، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم في محراب العداله. النهارده بنتكلم عن واقعه غريبه، واقعه هي الاولى من نوعها اللي بتشهدها المحاكم المصريه. واقعه كان فيها الزوج عنده صدمه كبيره جدا. الزوج وقع ضحيه لزوجته اللعوب، الزوجه اللي هي استغلت عدم معرفته وعدم درايته بانه عقيم وارتبطت بعلاقه باحد الرجال. العلاقه ديت اللي هي سلمت نفسها فيها لرجل مجهول لاشباع رغبتها وانجبت منه طفله. الطفله ولدت سفاحا. الام اللي هي استغلت تلك الاجواء عملت ايه؟ خدت بعد ما ولدت الطفلة، وكان الأب اللي هو زوجها في الحقيقة مبسوط ان زوجته حملت واصبح عنده طفلة، خدت اخت زوجها وتوجهت بيها لمكتب الصحة. توجهت لمكتب الصحة واثبتت نسب الطفلة لزوجها. طبعا مضت الايام والليالي والزوج ما يعرفش ان الطفلة ديت مش من نسبه، الطفلة ديت مش من نسله. الزوج حصلت ليه مفاجأة. ايه هي المفاجأة؟ حصل له تعب مفاجئ وتوجه على اثر هذا التعب لاحد الاطباء. الطبيب تحدث معاه وقال له انت لازم تعمل عملية، انت لازم تعمل عملية. الراجل طبعا بيناقش الطبيب ويتكلم مع الطبيب، قال له يا دكتور العملية دي هتأثر عليا في عملية الانجاب؟ قال له انجاب ايه؟ انت اساسا ما بتخلفش ولا هيكون ليك نسل ولا سلالة. ازاي يا دكتور لان عندي طفلة؟ الدكتور بيكلم ويناقش الزوج. الزوج طبعا راح في عالم اخر وتاه واصبح في حالة صدمة رهيبة. اعتقد ان الطبيب ده طبيب غير ماهر وبيضحك عليه. توجه الزوج لاطباء اخرين. عدد من الاطباء الاخرين اللي توجه اليهم الزوج علشان خاطر يجري الفحوصات ويتأكد عما اذا كان هو عقيم ام غير عقيم. طبعا الصدمة الكبيرة اللي عاشها الزوج انه طلع عقيم ولا يمكن له ان ينجب مطلقا، يعني الانجاب لن يكون سابق ولن يكون لاحق. طبعا الصدمة الكبيرة ديت اللي عاشها الزوج جعلته هو يرجع لزوجته ويحدث بينهم مشاكل كبيرة جدا. انتهت تلك المشاكل ان هو اقام امام محكمة الاسرة دعوى انكار نسب. دعوى انكار نسب بينكر فيها نسب الطفلة له. طبعا محكمة الاسرة رفضت الدعوى بتاعته سواء في اول درجة او المستأنف بتاعها، وصار الحكم اللي هو حكم اثبات عدم النسب او انكار النسب له حكم بات ونهائي. طبعا الدعوى والزوج ازاي ان هي تكون مش بنتي وانا اتولى رعايتها وانا اتولى الانفاق عليها وتورث مني بعد ذلك وهي طفلة جت من سفاح. طبعا الزوج تقدم ببلاغ الى النيابة العامة وتم تحقيق هذا البلاغ. النيابة العامة استدعت اخت الزوج واستمعت لأقوالها، استدعت الموظف بمكتب الصحة واستمعت لأقواله، واستدعت الزوجة وقامت بإجراء عملية التحقيق في تلك القضية، وتم أخذ البصمة الوراثية من الزوج والمتهمة والطفلة التي ولدت سفاح. طبعا ثبت من تقرير الدي ان ايه
المستخلص من عينة دماء الطفلة تهاني اشتراكها في البصمة الوراثية. اشتراكها في البصمة الوراثية للحمض النووي الدي ان ايه المستخلص من عينة دماء الام، بينما اختلفت البصمة الوراثية المستخلصة من الطفلة مع عينة دماء الاب، مما يستحيل معه ان الطفلة تكون ابنته. طبعا تم احالة القضية الى محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي الجليل المستشار عبد الناصر ابو سحلي. المحكمة نظرت تلك القضية وكان فيه ادلة استند اليها دفاع المتهم، استند ان هي الزوجة بموجب عقد الزواج اللي ما بين المتهمة وزوجها، واستند ايضا الى الحكم النهائي الصادر من محكمة الاسرة بصحة النسب، وان اللي هي في الدعوة اللي اقامها الزوج. طبعا الدفاع استند للحكم ده. المحكمة طبعا بعد مطالعة اوراق القضية وبعد الاطلاع ايضا على الحكم الصادر من محكمة الاسرة قالت في اسباب حكمها. طبعا اسباب الحكم دي مهمة جدا 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 في قضايا انكار النسب، وتلك رسالة هامة جدا من المحكمة. المحكمة قالت ان الحكم الصادر من محكمة الاسرة ليس له حجية امام المحاكم الجنائية. يبقى الحكم الصادر من محكمة الاسرة ليس له حجية امام المحاكم الجنائية، وذلك عملا بنص المادة 458 من قانون الاجراءات الجنائية. ليه بقى؟ المحكمة قالت في اسباب حكمها تكون للاحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية في حدود اختصاصاتها قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوة الجنائية. واحنا النهاردة امام دعوة تزوير احالتها النيابة العامة، اتهمت فيها الزوج بالزوجة بارتكاب واقعة التزوير. طبعا النهاردة محكمة الجنايات اصدرت حكمها ضد المتهمة اللي هي الام بالسجن 5 سنوات. 5 سنوات بالسجن. وطبعا هذا الحكم يعتبر في نطاق انكار النسب بالنسبة للطفل. المحكمة قالت في رسالة منها ان هو حاليا يجب اعمال البصمة الوراثية كدليل في دعاوى اثبات النسب وانكار. ليه؟ لكونها دليل قطع الثبوت لا يقبل الشك ولا يحتمل اثبات عكس ذلك. يبقى الدليل النهاردة دليل يقيني اللي هو تحليل الدي ان ايه. وطبعا النهاردة من الوسائل هو المحكمة بتراها برضو من الوسائل العلمية المشروعة الاخرى، وهو ما اكدته القانون ما اكده قانون الطفل للطفل الحق نسبه الى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وله الحق في اثبات نسبة نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الاثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة. والبصمة الوراثية المحكمة بتراها آية من آيات الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، تحققت تلك الآية في هذا الزمان، وهي تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وكمال خلقه، وإنها من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها لخدمة البشرية. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي الأرض كما قال سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأن البصمة الوراثية لا يمكن أن يتم الاشتباه فيها مع بصمة وراثية أخرى، وهي في مقدمة الوسائل أو المسائل الإثبات اليقينية.
ان هي اثباتها اثبات يقيني جازم ان الطفل ده ابنها او مش ابنها، بنتها او مش بنتها. طبعا المحكمة قالت ايضا ان هو في الزمان الحالي دفع الاشكاليات الدعوى اثبات النسب ونفيه وغيرها ذات الصلة، والاخذ بها لا يعتبر خروجا عن القواعد الشرعية بل داعمة لها، لكون القواعد الشرعية في زمان الصحابة عليهم رضوان الله تتطور وتتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال. واستندت المحكمة في ذلك إلى قوله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، إشارة إلى أن المخلوقات الله سبحانه وتعالى تتطور في العصور اللاحقة الحديثة والشرائع السماوية كذلك. المحكمة قالت إن هو يجب الأخذ بقرينة أيضا القميص، المحكمة بتدلل على القرينة في تلك القضية، قرينة القميص في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وأخذ رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بقرينة القدمين في إثبات النسب ونفيه، وأن تلك القرينة اللي هي الدي ان ايه لو كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لأخذ بها. وطبعا في الزمان الحالي تلك القرينة بتمنع المشاكل واختلاط المواليد وحماية الأطفال من الضياع الاجتماعي، والمقاصد الشريعة السماوية وكافة الشرائع الأخرى درء المفاسد ورفع الضرر ونسبة المولود إلى والده. ليه بقى؟ المحكمة بتقول إن نسبة المولود لغير والده من كبائر المفاسد ومن أشد الضرر أو الأضرار، يترتب عنها إيه؟ يترتب عنها مواريث، يترتب عنها نفقة بكافة أنواعها، وهذا يتعارض مع مقاصد الشرائع السماوية والمستفاد من القاعدة: الولد للفراش وللعاهر لحجر أن ينسب الولد للزوج، الوالد غير الحقيقي. طبعا إلا ببينة قاطعة دليلة الدلائل دي دلائل قطعية يقينية، وفي زماننا الحالي طبعا الدليل اليقيني الثابت هو تحليل الدي ان ايه، وهو ليس دليل ظني. وانتهت المحكمة: لله الأمر من قبل ومن بعد. طبعا تلك القضية واحدة من أهم القضايا التي تشهدها محاكم الجنايات في الآونة الأخيرة، وهذا الحكم سيتم الاستناد إليه، وأعتقد إن هو ربما يكون أحد الأحكام أو يتم تعديل تشريعي في حالة إثبات النسب أو إنكار النسب أمام محاكم الأسرة، أن يكون هناك تحليل الدي إن إيه للزوجين حتى يتم إصدار حكم جازم وقاطع في تلك القضايا. بشكر حضراتكم جدا على المتابعة، وانتظرونا سنكون معكم في الحلقات القادمة. شكرا.